فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: عندنا بعض الصوفية من أهل القبور يعملون الشرك والبدع والخرافات، فإذا أردنا أن ندعوهم إلى التوحيد والسنة فإنهم يتحاشون مجالسنا بزعمهم أننا وهابية، ولكنهم يحضرون أماكن العزاء، فهل يجوز لنا أن ندعو هؤلاء إلى التوحيد والسنة في هذه الأماكن؟ خذوهم بالسعة، خذوهم بالسعة والرفق، لعل الله أن يهديهم. خذوهم بالترغيب أيضا، لا تهاجموهم وتقولون أنتم كفرة وأنتم مشركون. خذوهم شيئا فشيئا، بالهدوء، بالحكمة، بالرفق، لعل الله أن يهديهم. نعم.